شوفي المنتخب المغربي او اسود الاطلس كنتمنى لهم كل التوفيق لانهم هما كيمثلونا كيمثلوا المغرب كامل قائدا وشعبا ان شاء الله كنتمنى لهم التوفيق وكنت متفائله بالخير ما عرفتش علاش كنتمنى انهم يديروا مجهود بسط لانه مش حال هذا حنا مشتاقين للربح ومشتاقين انه داك لومبيونس اللي في الزنقه ملي كيربح المنتخب فان شاء الله ترجع هذه الفرحه وترسم على الوجه ديالنا كما فرحناهم وشجعناهم كنتمنى انهم يجازيونا ولو القليل كنتمنى لهم حظ سعيد سي فري كو انا بيرسونيلمون ما عنديش بزاف مع الكره ولكن بيان سور ملي يكون المغرب مأهل المونديال بطبيعه الحال غادي نتفرج فيه وغادي نشجعو وكنتمنى فريمون انهم واخا ما يربحوش يوصلوا فريمون زعما لدي زيتاب لي تري تري امبورطون سي تو سكو جو لوغ سويت املنا كبير فيهم هذا العام اي بوغ التنظيم جيسبيغ اوسي كو غادي نقدروا ننظموه سي بيان سي مزيان للتوريزم مزيان يكون منظمين المونديال راه سي جوست انورم دونك كنتمنى حد سعيد للمغرب تنتمنى زعما اننا نربحوا سي سيغ كو هذه الامنيه ديال كاع المغاربه وتندعوا معاهم وان شاء الله يكون خير بيان سور بيان سور بيان سور بيان سور سورتو مي تنشوفوا سي دادير تمشيو الدول العربيه الاخرى وهذا اي جو رمارك بان فريمون المغرب زعما تقدم لواحد الدرجه يعني في ان لابس دو طون بزاف بزاف يبا قال لك تفائلوا خيرا تجدوا انا متفائله وفرحانه بزاف ان المغرب كاين في متوج المونديال فان شاء الله يا ربي كنتمنى لهم طبعا الاسود الاطلس حظ موفق والله ينصركم وترفعوا لينا ديما بحال اللي ترفعوا لنا راسنا وترجعوا الرايه المغربيه عالي الفوق ان شاء الله بالكاس يا ربي ان شاء الله انا عارفه غيديروا المجهود ديالهم كبير وما يخيبوناش ان شاء الله داكشي كلشي في يد الله كنقول المنتخب الوطني ان شاء الله تربحوا ونكونوا كاملين فرحانين كما فرحتنا كبيره بانكم تاهلتوا فكنتمنوا انكم تعطيونا قد اللي عطيناكم ان شاء الله الله يوفقكم وكنقول جميع المغاربه معا لهدف واحد وكل عام وانتم بألف خير.